أدى تعطل أنظمة التكييف في مستشفى الأمير فيصل إلى تأجيل إجراء عمليات تحتاج إلى درجات حرارة ملائمة وفترات طويلة كعمليات العظام. وفي رده على ملاحظات وردت إلى رؤية، أكد مدير المستشفى الدكتور غازي شركس تحويل الحالات الطارئة إلى المستشفيات المجاورة إلى حين إصلاح الخلل الفني وعودة عملي ومواعيد قسم العمليات كما كانت مطلع الأسبوع المقبل. عملياتنا قائمة، العمليات العادية، عمليات العيون، عمليات الجراحية، العمليات الأنف والأذن الحنجرة، وعمليات العظام اللي فيش فيها استعمال للسي آر من فترات طويلة. حاولنا هلأ حاليا نقنن الأمور فنأجل بعض العمليات اللي مش طارئة حتى ما نشغل غرف العمليات، نخليها للعمليات الطارئة. إحنا صرنا شغالين حوالي 3-4 أيام وأجت الشركة قيمت، هلأ حاليا قائمين الفنيين بالتصليح، وبتوقع المشكلة رح تنتهي إما اليوم أو غدا إن شاء الله.